نبتدي باهم خبر واللي كان منذ لحظات ومباراه الاهلي والزمالك مواليد 99. شباب الاهلي فاز على شباب الزمالك بنتيجه 2-1، وهي تاني مباراه في نفس الموسم بعد ما فاز فريق النادي الاهلي ايضا في ملعب نادي الزمالك في الدور الاول بنتيجه 3-0. المباراه النهارده طبعا كانت في ملعب النادي الاهلي بمدينه نصر، وانطلقت في تمام الساعه الثانيه والنصف ظهرا، وتالق شباب النادي الاهلي في هذه المباراه على مدار المباراه ككل، وضيعوا كمان اكثر من فرصه سانحه للتسجيل وزياده عدد الاهداف. طبعا المباريات حتى لو في قطاع الناشئين مباريات الاهلي والزمالك تبقى دايما وابدا مباريات قمه، ودايما بنتمنى فيها كل التوفيق للنادي الاهلي. ابتدى التهديف زي ما حضراتكم شفتوا كده او بتشوفوا في هذه اللحظات، وليد مصطفى لاعب النادي الاهلي في الدقيقه 11 من الشوط الاول، وتعادل نادي الزمالك في بدايه الشوط الثاني قبل ما يضيف محمد فخري الهدف الثاني للمارد الاحمر في الدقيقه 75، وكمان ضيع انفراده مع نهايه المباراه. المباراه شهدت بعض الشد والجذب سواء على المستوى الفني او على مستوى الاشتباك البسيط ما بين لاعبي الفرقتين، ودايما مباراة القمه بتتسم بهذه الامور رغم ان احنا نرغب ان احنا ما نشوفهاش خالص يعني في الملاعب المصريه، لكن ده بيبقى امر طبيعي في المباريات اللي زي دي يعني في كل الاحوال. ده الهدف الثاني لمحمد فخري. طبعا المباراه او فريق النادي الاهلي بالتحديد تحت قياده الكابتن عمرو انور المدير الفني القدير واللي ماشي بشكل جيد جدا مع الفريق هذا الموسم. النادي الاهلي وصل للنقطه رقم 47 بيحتل المركز الاول، نادي الزمالك في المركز الخامس برصيد 32 نقطة. حضر المباراة كابتن سعد عبد الحفيظ مدير الكرة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وكان حريص جدا على مؤازرة الجهاز الفني واللاعبين في مباراة مهمة زي دي. خليني أقول لحضراتكم الجهاز الفني لشباب النادي الأهلي، كابتن عمرو أنور مديرا فنيا، والكابتن ياسر رجب مدرب عام، كابتن أحمد عبد الظاهر مدربا مساعدا، وإيهاب خميس مدربا لحراس المرمى، وأحمد عيد مديرا إداريا، واحمد ابو عبله طبيب الفريق، ومحمد حسن مخطط الاحمال والتاهيل والقياسات، ومحمد السيد اخصائي التدليك. بنبارك لهم طبعا والف مليون مبروك لجمهور النادي الاهلي، ونتمنى لهم دايما التوفيق ويفوزوا بهذه البطوله باذن الله تعالى.